بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. نبدأ الدرس الخامس من الفصل الأول لهذا المنهج فيزياء واحد، وهذا الدرس يتحدث عن القياس المعملي أو القياس المخبري. فدرسنا اليوم هو حول القياس المخبري بالنسبة إلى المختبر. فإحنا في العادة قلنا نحتاج إلى القياس، نحن نحتاج إلى القياس لكي نتحقق من يعني في إجراء التجارب، ونحتاج إلى إجراء التجارب لكي إما نطبق النظريات والقوانين الفيزيائية أو نتحقق من صحتها. فإذا القياس يتم القياس في التجارب العملية. اكتبوا معي شباب، إذا أنت فاهم اللي ذكرناه حاول تكتب معي. يتم القياس في التجارب العملية والتي تجرى لتطبيق في العادة لتطبيق أو التحقق من صحة النظريات والقوانين الفيزيائية. وحتى يكون القياس يعني مفيد أو مجدي، أو حتى يحقق غرض القياس، حتى يتحقق غرض القياس بشكل مناسب، لابد أن يكون القياس دقيق ومضبوط. عندنا شرطان لكي يكون القياس مجدي أو يحقق غرضه، ولكي يكون القياس مجديا أو فعالا أو مناسبا لابد أن يكون واحد دقيقا اثنين مضبوطا. إذا نتحدث في البداية عن دقة القياس ثم عن ضبط القياس. واحد دقة القياس. دقة القياس يا أخوان تحدثنا عنها وذكرنا بعض الأمور المرتبطة بها، ولكن ما هو المقصود بدقة القياس؟ دقة القياس هو عبارة عن، شباب نسألكم باعتبار أن درستوا يعني تحدثنا أمس عن هذا، ما هو المقصود بدقة القياس؟ من يستطيع أن يجيب منكم؟ شباب أي واحد منكم ما هو المقصود بدقة القياس؟ جاوب مباشرة. نهتك الطعيد تفضل بدر. أحسن، فإذا هي درجة الإتقان في القياس. تعريف دقة القياس هو درجة إتقان القياس، وذكرنا أنه يعتمد على شيئين. الشيء الأول ما هو؟ بإمكانك تجاوب مباشرة. نعم، واحد دقة الأداء، دقة الأداء المستخدمة. أحسنت. والثاني هو عدد مرات القياس. كل ما زاد عدد المرات كل ما كانت الدقة أفضل. كذلك الآلة، كل ما كانت الآلة المستخدمة دقيقة كل ما حصلنا على نتائج أفضل. وضربنا مثال قلنا لو أردنا نقيس الطول مثلا، عندي مثلا هذه الكرة لو أردت أقيس قطرها فأقدر أقيس قطرها باستخدام مسطرة لتعطيني دقة. المسطرة مثلا دقتها إلى ملي أو أقل من الملي، ولكن لو جبت مسطرة
دقتها أكثر أو دقتها يعني أكثر من هذه، أو بمعنى أن دقتها تصل إلى ما هو أقل من عشر الملي، فإن القياس في العادة يكون أدق. لو جبت آلة، في آلة تستخدم يسموها بالإنجليزي فيرنر كاليبر أو توضع طرفين، فهذه تقيس لنا تقريبا بدقة واحد بالألف من السامبل، أو واحد بالألف عفوا، واحد بالعشرة آلاف من المتر. لو جبنا في جهاز آخر يسموه مايكرومتر يقيس نفس الشيء نصف القطر، هذا بيعطينا مثلا دقة إلى مايكرومتر، بدقة المايكرومتر يعني واحد بالمليون من المتر. فإذا الآلة المستخدمة لها دور في الدقة. كذلك مثلا لو أردنا نقيس الوقت، بعض الأحيان عندي آلة تقيس فقط بالثواني، بعض الأحيان بعشر الثانية، بعض الأحيان واحد بالمئة على الثانية، وهكذا يعني. فإذا الآلة لها دور في دقة القياس. أيضا عدد المرات لها دور، لأنه كل ما زاد عدد المرات كل ما حصلنا على نتائج أدق. وضربنا مثال أنه لو كان عندنا مثلا بندول، بندول عبارة عن الجسم مربوط في خيط، هذا البندول لما نتركه يهتز، إذا أردنا نقيس زمن الاهتزازة الواحدة وقسنا فقط اهتزازة واحدة، هذا بيعطيني مقدار. ولكن لو أردت أقيسه بشكل أدق أخذ الوقت مثلا مال 20 اهتزازة 30 اهتزازة وأقسم على عدد الاهتزازات، فهذا يعطينا الوقت أدق وأدق. وأكد حتى بالنسبة لقياس الأطوال، بالنسبة لقياس مختلف الكميات الفيزيائية، كل ما كررنا التجربة وأخذنا متوسط القيم كل ما أعطانا نتائج أدق. طيب الآن كيف كميا رياضيا بماذا تحدد دقة القياس؟ تحدد دقة القياس كميا، وتحدد دقة القياس كميا بواسطة هامش الخطأ. هامش الخطأ، وهامش الخطأ عندما يسجل العادة ويسجل بعد إشارة زائد أو ناقص. فدائما تشوف الحين بعض الأرقام مكتوب جنبها زائد أو ناقص، زائد أو ناقص هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى دقة الرقم، دقة النتيجة، دقة القياس. واضح؟ طبعا كل ما زاد هذا المقدار كل ما قلت دقة القياس. فإذا نقدر نقول كلما زاد هامش خطأ قلت دقة القياس، يعني تناسب بينهم تناسب عكسي. طيب ناخذ مثال على هذا الشباب، ناخذ مثال مثلا لنفرض ان شخص قاس مثلا الطول، وجد الطول يساوي 2.02 لنفرض سنتيمتر زائد او ناقص 0.00 مثلا 3. فهذا قياسه، يعني طبعا هنا نقدر نحط صفر ايضا في الجهه، او حتى لو ما حطينا صفر، المهم ان هذا العدد اللي محطوط تحت خط هذا يمثل هامش الخط. كلما قل كلما اعطى دقه قياس اعلى. ولذلك مثلا لو اعتبرنا عندنا، نفرض ان عندنا قياس الاول الواحد، وعندنا قياس الثاني الاثنين مثلا 2.0 لنفرض 2.1 سنتيمتر زائد او ناقص 0.0005 مثلا 5، وعندنا مثلا ال 3 طول الثالث مثلا ال 3 يساوي 2.0 مثلا 19 سنتيمتر زائد او ناقص 0.000 مثلا 6. ففي هالحالة هذه أي من هذه القراءات أكثر دقة؟ أي من هذه القراءات أكثر دقة؟ واضح أن L2 فعلا. ليش؟
لأن هذا العدد هامش الخطأ هو الأقل، أقل من هذا وأقل من هذا، هذا 3 بالألف بينما هذا 5 بالعشرة آلاف، هذا 6 بالعشرة آلاف، فإذا هذا الأقل. فإذا L2 في الحالة هذه L2 الأكثر دقة، واضح؟ طبعا هذا لو فرضنا أن القياس هو قياس مرة واحدة، أو أن فرض أخذنا مثلا المتوسط، فعموما الدقة تحدد بهامش الخطأ، فهذا المقصود بدقة القياس. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني وهو ضبط القياس. لو الشرط الثاني قلنا لكي يكون القياس مقبولا أو مناسبا وهو دقة القياس، الشرط الثاني هو ضبط القياس. وضبط القياس ما هو تعريفه يا أخوان؟ من يقدر يذكرنا؟ أحسن، اتفاق أو مدى اتفاق، مدى اتفاق أو قرب، مدى اتفاق نتائج القياس مع القيمة المقبولة. طيب، يعني كل ما كانت نتائج القياس، نتائج التجربة قريبة من القيمة المقبولة، القيمة المقبولة بعض الأحيان تسمى القيمة الفعلية، بعض الأحيان يعبر عنها القيمة المقبولة أو الفعلية. الآن بنتحدث عن العوامل اللي يتوقف عليها الضبط. فإذا القيمة المقبولة تسمى أيضا بعض الأحيان القيمة الفعلية. فإذا الضبط هو مدى اقتراب أو اتفاق نتائج التجربة مع القيمة الفعلية، يعني القيمة المقاسة الفعلية المتأكد منها، إلا إما ثبتت بالنظرية أو تم قياسها بواسطة خبراء أو ما شابه. ففي هذه الحالة ضبط القياس بلا شك إن لو ذكرنا العوامل اللي يتوقف عليها بيتوقف أولا على دقة القياس، لأنه حتى نحصل على نتيجة مقبولة نتيجة فعلية لابد أن تكون القياس دقيقة. فإذا هذا يتوقف على 1 دقة القياس، هذا عامل. العامل الثاني ما هو؟ ما هو العامل الثاني؟ توفر الظروف المناسبة، لأن كل تجربة لها ظروف مناسبة، حتى لو كان القياس دقيقا جدا ولكن الظروف لم تتوفر لا نحصل على القيمة الفعلية أو القيمة المطلوبة. نضرب أمثلة على هذا، مثال مثلا لو أردنا نقيس تسارع الجاذبية، أردنا نقيس تسارع الجاذبية نبغى نحصل على تسارع الجاذبية اللي هو هذه القيمة المعروفة 9.81، هذه إحنا نعرفها عن سطح البحر، ولكن لو فرضنا أن صعدنا إحنا على سطح جبل واستخدمنا أدوات قياس دقيقة وما شابه، زين في هذه الحالة لا، الدقة مو أقل، قد تكون الدقة دقيقة، يعني استخدمنا وسائل أدوات قياس دقيقة جدا، ولكن لأن الظرف ما هو متوفر فما نحصل على القيمة المطلوبة. أضرب مثال آخر، يعني بعض الأحيان مثلا بعض التجارب نحتاج فيها إلى توفر كما يقال عند الظروف الطبيعية أو ظروف الغرفة، يعني عند درجة حرارة الغرفة، الضغط الجوي الطبيعي، الرطوبة الطبيعية. فإحنا لو مثلا جينا في ضغط عالي أو في درجة حرارة عالية أو في رطوبة عالية قد لا نحصل على القيمة المطلوبة أو القيمة الفعلية لعدم توفر الظروف. فإذا الدقة مهمة بالإضافة إلى توفر الظروف. طيب بماذا تحدد الضبط؟ بماذا يحدد الضبط؟ الضبط يحدد بقيمة بسيطة تسمى نسبة الخطأ، ويحدد الضبط كميا بنسبة أو رياضيا بنسبة الخطأ.
نسبة الخطأ يوم مثل هذا الرمز نسبة اي او بعض الاحيان تكتب اي ار او تكمل اي ايرور يعني فهي استخدم اي واحد منهم معروف ان هذه نسبة خطأ احنا بنستخدم يمكن المختصر فنقدر نقول اذا قانون نسبة الخطأ اي نسبة الخطأ يساوي القيمة المطلقة للقيمة المقاسة للقيمة المقاسة من التجربة يعني افرض ان عندنا قيمة مقاسة قسناها بالتجربة هذه نطرح منها القيمة الفعلية المعلومة اللي نعرفها ونقسم على القيمة الفعلية والكل نضربه في 100 طبعا قدمنا القيمة المقاسة او القيمة الفعلية ما بيفرق لان عندنا قيمة مطلقة يعني دائما نسبة الخطأ تكون موجبة دائما نسبة الخطأ تكون موجبة لان احنا ناخذ القيمة المطلقة طيب ناخذ مثال على هذا ونتوقف عند المثال مثال كالتالي مثال في تجربة لقياس فانا نقول تسارع الجاذبية حصل محمد على نتيجة وهي كالتالي جي تساوي طبعا جي المقاسة جي ام جي تساوي 9.5 متر لكل ثانية تربية بينما حصل علي على نتيجة مثلا جي تساوي 10.4 متر لكل ثانية تربية سؤال أي منهما أكثر ضبط؟ أي منهما أكثر ضبط؟ السؤال كالتالي أي من النتيجتين أي من النتيجتين أكثر ضبط؟ حتى نعرف أي منهما أكثر ضبط طبعاً واضحة بالنسبة لنا يمكن مباشرة ولكن في العادة إحنا نحسب ماذا؟ نحسب نسبة الخطأ فنشوف إن نسبة خطأ أكبر يكون أقل ضبط نسبة خطأ أقل يكون أكثر ضبط فلو بدأنا مثلاً بنسبة خطأ إي من محمد سام إكس إكس المقاسة هي 9.5 ناقص إكس الفعلية طبعاً إحنا المفروض نسجل أيضاً إكس الفعلية قيمة الفعلية جي الفعلية تساوي 9.8 متر لكل ثانية تربية طبعاً 9.1 وفيها أعداد كثيرة بس إحنا اختصاراً 9.8 ناقص القيمة الفعلية هي 9.8 على القيمة الفعلية 9.8 الكل مضروب في ماذا؟ في 100 هذا بيعطينا مقدار تقدر نجد هذا المقدار ببساطة تقدر تحسبه طبعا بالآلة الحاسبة دائما يا أخوان جيبوا معاكم آلة حاسبة في حصة الفيزياء إذا ناقص 9.8 قسمه 9.8 أهم شيء تحت اللي في المقام هو القيمة الفعلية وليست القيمة المقاسة واضح فإذا الجواب عندي بيطلع ضرب 100 الجواب بيطلع تقريبا 3% بينما نسبة الخطأ في نتيجة علي يساوي 10.4 ناقص 9.8 على 9.8 ضرب 100 فالجواب واضح طبعا ان النسبة هنا بتكون نوعا ما اكبر 10
فاصلة أربعة ناقص تسعة فاصلة ثمانية قسمة قسمة تساوي قسمة تسعة فاصلة ثمانية ضرب مية، فالجواب ستة تقريبا. فإذا واضح أيهما أي النتيجتين أكثر ضرب. فإذا نتيجة محمد أكثر ضرب أو قياس نتيجة أو قياس محمد أكثر ضرب. واضح يا أخوان؟ واضح الفكرة؟ إذا نحن حتى نجري تجربة لابد أن نجري قياس، وحتى نجري القياس لابد أن يكون قياس دقيق ومضبوط. القياس الدقيق نحتاج فيه إلى آلة دقيقة، ونحتاج أيضا إلى أن نكرر التجربة حتى نحصل على نتائج أدق لما نوجد المتوسط. أيضا إذا أردنا التجربة تكون مضبوطة فلابد أن تكون دقيقة، وأيضا لابد من توفر الظروف المناسبة. طبعا حتى نقيس الدقة لازم يكون هامش الخطأ قليل، وحتى نقيس الضبط لابد أن تكون نسبة الخطأ قليلة، وقد عرفنا هامش الخطأ ونسبة الخطأ، والحمد لله رب العالمين.